Hello again. درس اليوم عن using verbs in the simple past tense. نستعمل أفعال بتصريف الماضي البسيط. شو المقصود بتصريف الماضي البسيط؟ هلأ عم نحكي عن شيء عمل بالماضي بغض النظر عن بعده الزمني. يمكن يكون من دقيقتين، من ساعتين، من يومين، من شهرين، من سنتين. المهم بده يكون ابتدى بالماضي وانتهى بالماضي، ما قالوا عليه قبل لحظة. هيدا هو تصريف الماضي. هلأ حلو، عندك أنت آلاف الأفعال باللغة كلها بالمبدأ بالإنجلش لتعملهم بالماضي. هالأفعال بدك تحط لهم إي دي بآخرهم، مثل start، started. وبدي نوه أنه انتبهوا، الأفعال اللي بتنتهي بالتي أو بالدي بنلفظ إد معه، مثلا paint painted, vote voted, decide decided. Okay, so I started my new job this morning. ابتدأت عملي الجديد هذا الصباح. I ate spaghetti for lunch. تناولت أو أكلت سباجيتي المعكرونة من أجل الغداء. الماضي تبع eat و ate. عندي أفعال شاذة هودي بدون حفظ. Okay, I read a very good book over the weekend. قرأت كتاب كتير جيد نهار السبت والأحد. I saw a good movie last night. I saw a good movie last night. شاهدت فيلم جيد الليلة الماضية. I talked to some of my friends last night. تحدثت أو حكيت مع بعض من أصدقائي الليلة الماضية. I went shopping yesterday. ذهبت بضاعة البارحة. I gave them my opinion. أعطيتهم رأيي. الماضي لك give هو gave. أعطيتهم رأيي. I didn't drive to work. Okay. حي استعملت هون النفي لنبهكم أنه كل هالأفعال هيدي لتعملها بالماضي تنفي أنه أنا لم، بتحط didn't مع كل شيء في ضمائر أو كل شيء في أسماء. In I didn't, you didn't, he didn't. Okay. I didn't drive to work. لم أقود سيارتي إلى العمل. I made a very important decision. عملت قرار كتير مهم. I made a very important decision. Okay. أكيد بعتقد من الفيديوز المهمين جدا، لأنه كتير التلاميذ لما بتعلموا لغة بدهم حيستعملوا يحكوا عن شيء بالباس بالماضي. بقى هلا بكون انتبهنا شو لازم نعمل وكيف لازم نتصرف وشو هن الأفعال. الحياة هن أفعال كتار بدك تبلش تدرسهم لحتى تقدر تعبر عن أي شيء حابب تقوله. Okay, so you know what to do. If you have any comments or questions, you know where to post them. Okay, and until I make another video, you guys take care of yourselves, and I'll be talking to you real soon. Bye bye for now.